أجل، نعم فهمت. أجل، لدي اتصال أيضا. نعم، أعتقد أن لدي وقت اليوم. ها؟ نعم، لدي الوقت أعتقد. لا يهم، أريد أيضا ساعة بنات كبيرة. إذن سأصنع واحدة، سأرسم على يدي. سأتصل بك لاحقا. هل تريدين ساعة؟ ها. عزيزتي تعالي لنصنع لك ساعتك الخاصة. سنصنع أولا وجه الساعة ثم الإطار. سأقلبها وأضع القطعة في الخلف. هذا ممتاز. والآن حان وقت الجزء الممتع. مرحبا يا قطتي، لماذا لا تبقين لبعض الوقت؟ سأثبت هذه القطعة على الجزء الخلفي وأضيف بعض الألوان. اللون الوردي جميل دائما. سأثبت القطعة معا. وأدخل الحزام في ساعتك الجميلة. انظري إيفا، انظري إلى هذا. واو، أعطيني إياها. هل هذه لي؟ كم الساعة الآن يا ترى؟ ياي، حسناً، سأعود إلى العمل. أجل، وأنا أيضاً. نعم، أنا مستعدة. أصبح جميلاً. ماذا عنك؟ إيفا، هل تريدين رؤية حيلة سحرية؟ حسناً. يوجد شيء خلف أذنك. ماذا؟ أنا ثرية. هل هناك شيء آخر؟ لنرى. هاو، أحب هذه اللعبة. هاو، واحدة أخرى. هذا ممتع. لا يمكنني نسيان هذا. وهذه أيضاً. وهنا؟ هذا صحيح. انظري إلى كل هذه القطع النقدية. واو، كل هذا لك. هاو، رائع. يجب أن أحافظ عليها. واو، هذه حقيبة صغيرة. لا أعتقد أنها تتسع لها. أدخلي. هيا، انظري يا أمي، هذا مستحيل. المستحيل ليس في قاموسي. شاهدي ما سأفعل. سأغطي أولاً هذا الورق المقوى وأضيف أوتاداً خشبية قصيرة، ثم أضع فوقها القوابض، ثم أضع فوقها النوابض. والآن سأضع هذه القطعة هنا وأمررها خلال هذه القطعة الكرتونية. والآن سأثبت هذه القطعة الخشبية. القطع النقدية قادمة. حان الوقت لإغلاق الصندوق ونجعل الشكل الخارجي أكثر جمالاً. أحدهم يشتهي القطع النقدية. هيا بنا، يتسع لجميع القطع النقدية. ولكن كيف؟ سأريك. هل أنت مستعدة؟ سأضعها على اللسان وأضغط. حسناً، الآن دورك. واو، حسناً. هيا، للهناء والشفاء. لقد أخذها. هاو، هذا رائع. قد يستغرق هذا بعض الوقت. ما هذا؟ إنه لا يزال جائعاً. هل انتهت دورة الغسيل بالفعل؟ رائع. هلا، مهلاً، هل هذا سروالي؟ وبلوزتك عزيزتي، أخشى أنه لدي بعض الأخبار السيئة. هل انكمشت ملابسي؟ أوه، هذا فظيع. يحدث هذا أحياناً. هل تعتقدين أنه بإمكاني تحويل هذه إلى فستان؟ هذا غير مجد. أو ربما سينفع. هل لديك صندوق قديم؟ إن قمت بقصه بشكل صحيح فقد يكون الحل لمشكلتك. أتمنى لك رحلة سعيدة يا صغيرتي. هاي أمي، انتظري يا لونا. لا، هبوط طارئ. اشتريت لك حقيبة ظهر جديدة. رائع، تعجبني كثيرا، وهي وردية. أنت رائعة. ها، ستكون صديقتي قريبة. الشاي شهي، أليس كذلك؟ لدي أيضا بسكويت. هل تريدين رشفة؟ لذيذ. إذن كما كنت أقول. أو هل تريدين التبديل؟ رائع، كان يا ما كان. هوه، هلا، حقيبة الظهر، أين أنت؟ ها، ماذا فعلت؟ يوم عاصف غبي. صديقتي المقربة. أمي، أسرعي يا آني.
أو ستغضب أمي كثيراً. هل يمكنني استيحاب هذا الصندوق؟ إنه يشبه حقيبة الظهر. أو أقلام التلوين. حسناً، أنا مستعدة. سأتصل بك لاحقاً. آني، لماذا لا تستخدمين حقيبة ظهرك؟ لقد ضاعت، حسناً، انجرفت مع الرياح، كل هذا بسببي. هو عزيزتي، مهلاً، لدي فكرة رائعة. سأعود بعد قليل. انظروا، رأس قطة، هذا أفضل، ستمنح الألوان مظهراً جميلاً، وهكذا لن يعرف أحد أنها من الكرتون، هكذا. وعندما يجف سأضيف إليه بعض التفاصيل. جميل جداً، ولن أنسى الشارب والفيونكة. سأنتقل الآن للجهة الخلفية. سأضع الغراء الساخن حول الحافة، ثم أضع شريطاً من الكرتون للأسفل، ثم أضيف الغطاء. آني، انظري إلى ما صنعته من أجلك. هل تلك الحقيبة لي؟ إنها لطيفة جداً، ويمكنني أن أضع فيها الكثير من الأشياء، كل أقلامي أيضاً. ياي! حسناً، حان وقت الذهاب إلى المدرسة. أنا بحاجة إلى قص شعري. أمي، لقد تمت. واو، حلوة. إنه فارغ. أريد قضاء وقت ممتع. واو، يمكنني إخراج لساني أيضاً. انظر، أعتقد أنه غير مناسب. ما هذا؟ يبدو مثيراً. واو، ماذا يوجد بداخلي يا ترى؟ انظروا لهذا. سأضعها كلها. سأضع واحدة هنا. رائع، إنها كالوشوم. أبدو بمظهر رائع. إلى أين ذهب؟ ليام! أنا قادم يا أمي، ما رأيك؟ ماذا فعلت؟ لا يمكنك الخروج بهذا الشكل، يجب أن ننزع كل هذه الضمادات. لا، هذا مؤلم. عودي إلى هنا، ليس لدينا الوقت لهذا. ابتعدي، لقد كبرت على هذا. تعال إلى هنا يا ليام حالاً. لا يمكنك إجباري. اجلس وأعطني ذراعك. أعتقد أنني أعرف كيف سأحل هذا دون أن تشعر بأي ألم. سأغمس عودًا قطنيًا في الفازلين، ثم أربط به على الضمادة. والآن يمكنني نزعها بسهولة. هكذا، لم يكن مؤلمًا، أليس كذلك؟ أين ذهبت؟ والآن سأنزع البقية. يمكنني الآن رؤية وجهك الجميل. حسنًا، هيا بنا. نسيت إزالة واحدة. هذا سر بيننا. تلك البطاقة. هل هذه مسحة؟ كيف؟ ماذا سأفعل الآن؟ إنه العرض وطلب يا أمي، أنصحك بتجهيز بطاقة ائتمانك. بروم بروم، يا لصرير الإطارات. بيب بيب، لقد كان الاصطدام وشيكاً. ابتعد عن طريقي، لا يمكن لشيء إيقافي. لا 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 لا، أنظف الغرفة بالمكنسة. أشعر بحيوية كبيرة، هل هناك ما هو أجمل من ذلك؟ لحظة واحدة، لندعس البنزين. بروم، ووهو، أسرع أسرع. كيف أصبح المنزل في هذه الحالة من الفوضى؟ ماذا؟ لقد توقفت المكنسة عن الشفط. ما مشكلتها؟ لا أفهم السبب، إنها لا تعمل. كم هذا غريب، ما الذي حدث؟ كان يجب أن أتوقع هذا. مرحبا يا أمي، لننطلق. حقا يا كلوي، هذه مكانها في النفايات. دائما ما تفسدين متعتي. لكن بعد التفكير مليا، هذا ليس عدلا. مهلا، لماذا تنظرين إلي بهذه الطريقة؟ لدي فكرة، سأقص علبة البيتزا إلى عدة أجزاء، وبعدها سأحضر مسدس غرائي. سأبدأ بهذه القطعة، وسأضع الغراء بطول حافتها، هذا يكفي. ويمكنني الآن لصقها بهذا المستطيل الكبير. سأكرر العملية على الجانب الآخر، وقد أحضرت شريطا طويلا من الورق المقوى، وهذا سيتيح لي طي الورق المقوى وتشكيله. سأستخدم الغراء لتثبيته في مكانه. يمكنني وضع هذه جانبا الآن، وقد صنعت فتحة في غطاء المشروبات الغازية.
الغازية. سأمرر شفاطين عبرة. أريد أن تكون القياسات مضبوطة ولا أريد أي فراغات، ولهذا سأستخدم مسدس الغراء لتثبيتها. سأمر بغراء حمل الجزء الخارجي من الغطاء. لقد صنعت فتحة صغيرة في الجزء العلوي من الورق المقوى، ويمكنني تمرير شفاطين عبرها ليخرج من هذه الفتحة. وبعدها سأحتاج المزيد من أغطية المشروبات الغازية. سأمرر عودا خشبيا داخل الشفاط، ويجب أن يكون الشفاط أقصر من العود الخشبي قليلا. وسأضع غطاء مشروبات غازية على كل طرف، ثم أستخدم الغراء لتثبيت كل شيء في مكانه. لنجربها. واو، شاهدوها تنطلق. سأثبت العجلات أسفل الورق المقوى، وسأضيف بعض اللمسات النهائية كالأضواء والنوافذ. وبعدها سأضع هذا البالون فوق غطاء المشروبات الغازية. سأنفخ البالون، وقد حان وقت تجربة القيادة. انتبهي. ماذا؟ ما هذا؟ واو، إنها رائعة. كنت واثقة أنها ستعجبك. أشكرك يا أمي. على الرحب والسعادة عزيزتي. كم أنا متحمسة لتجربتها. أعتقد أنها جاهزة. شغلي محركاتك. يا لها وعلا، قد أحببتها. كم هي سريعة. أولا أولا، ستصطدم. ويحي، عذرا يا أمي. آمل أن يكون لديك تأمين. كان يجب أن أفكر في ذلك من قبل. لنفعلها. كم هذا حماسي. استمري يا أمي. اضربيه، إنه ينظر إلي مباشرة. اضربيه بقوة. أبذل قصارى جهدي. هناك حل واحد فقط. ابقي بمفردك. ماذا؟ أعودي إلى هنا. لا، أنا لا أتعامل مع العناكب. تاكسي. آمل ألا يتبعني. هذا أفضل. شمس ورمال وبحر ولا عناكب. ها؟ محاولة جيدة، لكننا نحتاج إلى حل هذه المشكلة. وهل علي فعل ذلك؟ مهلا لحظة، يمكنني استخدام هذا الكوب. سأحوله إلى صائد العناكب. أجل، سيفي هذا بالغرض. شاهدي هذا. أنت لي أيها العنكبوت. أمسكت بك. إنه ضخم. حسنا، حان وقت الرحيل. لا يمكنك البقاء هنا. حان الوقت لإطالة هذا المكان. هذا أفضل. لنلعب. بروم بروم. مرحبا يا باربي. مرحبا كين. هل ترغبين في الخروج معي؟ أجل بالطبع. يا لهما من ثنائي رائع. هذا رومانسي جدا. انجوا بأنفسكم، هناك وحش. وحش؟ أين؟ سأدمر كل شيء. خذوا هذا، لا يمكنكم إيقافي. ساعدنا يا الله. دوما كين والأطفال أولا. أنا غاضب جدا. أنت لي. لا، ليس هو. خذ الأشقر. حطم حطم. ما الذي يحدث هنا؟ دوما تافهة، سأدمر مدينتكم. فيو، أنا مرهقة. من الصعب أن يكون المرء شريراً، لكن يجب على شخص ما أن يفعل ذلك. حان وقت الراحة. هذا ما تعتقده. ليس بهذه السرعة يا فتاة. نسيت شيئاً؟ عليك ترتيب المكان. أنت تحدثين الفوضى دائماً. انظري. حسناً، لكنني لست سعيدة بهذا. هذا ظلم. ما هذا؟ ربما ليس هذا مهماً. ماذا؟ هرميت هذا فعلا نحوي؟ هكذا، هذه هي السيارة الأخيرة. أعتقد أنني انتهيت. ماذا؟ هل تمزحين معي؟ لا يزال المكان فوضويا. نظفيه الآن. كنت أعمل ألا تلاحظي ذلك. أنا متعبة يا أمي. هناك الكثير من الورق، لا يمكنني التقاطه. نظفي بجد أكبر. مهلا، لدي فكرة. سأصنع شقوقا في الصندوق ليكون هكذا، والآن سأقص قسما صغيرا منه. هكذا بالضبط. يمكنني إزالة هذه القطعة. سأضع الغراء على غطاء علبة مشروب غازي، وسألصق فوقه عصا خشبية. سأصنع ثقبين في جانب الصندوق، وسأدفع العصا خلالهما. ثم سأقص مربعا من الورق. سأضع الغراء على الجزئين العلوي والسفلي. سأضع البطاقة في الصندوق، وسألفها حول العصا. سأثبت البطاقة بالعصا، وأرتب البطاقة فوق بعضها البعض. سأصنع شقوقا صغيرة في البطاقة. أعتقد أن هذا كافٍ. والآن سأزين الصندوق. يجب أن يكون جميل المظهر. يبدو رائعا. أعتقد أنه جاهز. إنها مكنسة صغيرة، وستلتقط كل الورق. انظري إلى ما لدي. واو، هذا رائع. هل صنعتها بنفسك؟ هذا ما أحتاجه بالضبط. لنجربها. انظري، إنها تلتقط الورق. أمي، أنت تدهشينني. حسنا، حان دوري. لا تقتليني يا صغيرتي. إنها تعمل. هذا رائع. لم تفعل، أليس كذلك؟ إنها تتكلم وتتكلم. أحتاج إلى طلاء أظافري. لا أصدق هذا. مرحبا يا أمي. حسنا، يجب أن أذهب. أحب الحديث معك. هاتف الأم. أريده. اقطع
اقتربت كثيرا منها. أوه لا، لن تفعلي. لا تلمسي هاتفي. أوه هذا جيد. الأشياء الجميلة والبسيطة كافية. ابتعدي. أردت البسكويت فقط. ها حتما أردت ذلك. لقد حصلت عليه. واو، أشعر أنني كبيرة. يجب أن نتناول الغداء معا. أعرف مكانا صغيرا رائعا. لقد مضى وقت طويل. ها ماذا تفعل ماريانا؟ أجل أحضري دم الدببة. لا هاتفي. لحسن الحظ أنك أمسكت به. ماذا قلت؟ لا تفعلي ذلك مرة أخرى. مهلا، لدي فكرة. يمكنني استخدام هذا الصندوق. أجل قد ينجح هذا. سأقص مستطيلا من الصندوق. والآن أحتاج قلما رصاص. حان الوقت لأطلق العنان لمواهب الفنية. أريد رسم الخطوط العريضة للهاتف ثم سأقوم بقصها. علي تجميعها الآن. سأبدأ بهذه القطعة. سأضع الغراء حول الحافة. لا أحتاج الكثير منها. وسألف الكرتون حوله. سأثبت الجزء الخلفي. كل شيء جيد حتى الآن. سأكرر الشيء نفسه مع الجزء الآخر. وسأثبتهما معا. هذا ممتاز. إنه هاتف قابل للطي. ولكن لا يمكنني تركه هكذا. يجب أن أزينه. سألونه باللون الوردي. سألونه حول الأزرار. وسأحرص على عدم تجاوز الخطوط. والآن سألون الأزرار. سأستخدم لتلوينها اللون الوردي الزاهي. سأضع اللون نفسه حول الحافة. ولن أنسى الجزء الخارجي. سينال أعجاب ماجان. سيكون مفاجأة لها. سألون هذا الجزء باللون الأبيض. يجب أن لا أغفل عن أي بقعة. ليته كان لدي هاتف. أشعر بالغيرة. انتهيت تقريبا. أحتاج فقط إلى إضافة اللمسات الأخيرة. سأضيف اللون الوردي إلى الجوانب. وسأضيف القليل من اللون الأصفر. أعتقد أن هذا كاف. أضفت أيضا صورة للشاشة. أوه ماجان، لدي شيء من أجلك. ما رأيك؟ ماذا؟ لا أصدق، هذا مدهش. يجب أن أجري مكالمة هامة. مرحبا، صالون العناية بالأظافر. أهلا. أه نعم. نعم، أريد أن أحجز لطلي أظافري. نعم، لي ولابنتي. يبدو هذا مناسبا. ممتاز. أوه واو، هرأيت ذلك؟ مهلا، ماذا حدث؟ يوجد خطب ما بالتلفاز. إنه لا يعمل. هيا، ليس لدي الوقت لهذا. ما الذي يحدث؟ ما الخطب عزيزتي؟ انظر، التلفزيون معطل. لن يحدث ذلك في وجودي. دعيني أفحصه. هذه مشكلة. لقد تعطل تماما عزيزتي. تصرف، افعل شيئا. علي اصلح هذا. لدي فكرة. انظري ماذا لدي. ما هذا؟ سأريكي. كنت ترغبين في مشاهدة التلفاز، أليس كذلك؟ حسنا، إذا قمت بتدوير هذا المقبض ستتحرك الشاشة. شاهدي كيف تتحرك. واو، هذا رائع جدا. بالتأكيد. أنت ذا يا حبيبتي. لم أشاهد هذا البرنامج من قبل. إنه أحد برامجي المفضلة. أوه لدي بعض الكرتون زائد. أستطيع بالتأكيد استخدام هذا. شاهدي هذا يا ماندي. لا طالما رغبت في اقتناء حيوان أليف. وهذا الحيوان مميز للغاية. أوه مال، أنا غنية. إذن هل أعطيها للقطة؟ إنها جائعة. واو إنها حصالة. هذا مدهش. يمكننا الادخار لشراء تلفزيون جديد. يسرني أنها أعجبتك. هيا يا أبي لنشاهد العرض. لعشاء ليلى سأتناول وجبة صحية، وهذا يعني سلطة لذيذة. لا تنسي الخيار. أحب الخيار كثيرا. سأتناول هذه السلطة بالكامل. إلى الوعاء. هاي هذا شذية خشبية معروسة في جلدي. أوه يجب أن أخرج هذه الشذية. هل يمكنني استخدام هذا الملقاط؟ كلا لن أستخدمه. كانت تلك فكرة سيئة. كأس صغير، لابد أن لدي شيء يمكنني استخدامه. أعواد ثقاب، سأجربها. ما المانع؟ إن دخلت شذية في جلدك مثل لالي فأحضر عودة ثقاب وأشعله، ثم استخدمه لتسخين الجزء الداخلي من الكأس. بمجرد أن ينطفئ العود، ضع الكأس فوق الشذية وستخرج الشذية على الفور. كان ذلك غير مؤلم. يوصفني أنني سأتخلص منك، لكن من الآن فصاعدا سأستخدم لوح التقطيع هذا. إنه ناعم وخال من الشظايا. وقت الشاطئ، لنذهب. أمسك الكرة. أركض في الماء واستمتع بوقتك. سيل في الشاطئ. أوه الشمس حارة.
كل جسمي يؤلمني. لا تلمسني. لن ألمسك لأن الشمس حرقتني أيضا. ماذا سنفعل؟ مهلا، أظن أن لدي فكرة. بنبتة الألوفيرا هذا يمكننا استخدامها لعلاج حروق الشمس. سأستخدم سكينا لإزالة القشرة بعناية. أجل، انظري إلى كل هذا الجل. سأجمعه بالملعقة. ممتاز، بهذه الطريقة سأضعه في الخلاط الآن. تعال يا غطاء، وقت الخلط. هذا يكفي، استغرق خلطه وقتا قصيرا، أصبح سائلا الآن، لذا سأسكبه في صينية مكعبات الثلج. هكذا، وبالطبع الخطوة التالية هي وضعه في الفريزر. مكعبات ثلج الألوفيرا جاهزة. حسنا، انظري إلي الآن، إنه يبرد الحروق. جل الألوفيرا ممتاز لحروق الشمس. انظري، أصبح جلدي أفضل بكثير. مستحيل، أعطني المكعب. لدينا صينية كاملة، يمكنك أخذ مكعب جديد. يا سلام، أكره كوني مريضة. صغيري المسكين، حرارتك مرتفعة. هذا ليس جيدا، علينا أن نعالجك. حان وقت الأم الممرضة. ما هذا؟ أمزح، أحتاج إلى هذا. قليل من المزاح، هذا ما نحتاج إليه. لكني لا أحبه، إنه مقزز. ولكنك تحتاجه لتتحسن، افتح فمك. كلا، مقزز. أمي، لا أريده. حسناً، انظري يا أمي، أريد الصودا. أظنني أعرف كيف أجعله يأخذ الدواء. ابدأ بعبوة صودا فارغة وافتحها من المنتصف. ضع شراب السعال فيها، ثم اطوي العلبة مجدداً. وضع قشة في شراب السعال. أحضرت لك الصودا يا عزيزي، احتسيها كلها. شكراً يا عمي. أحسنت يا صغيري. طعمها مختلف، لكني أحببتها. عندما قال بابا إنه سيشتري لي سيارة، كنت أظنها ستكون أكبر حجماً، لكنني أعتقد أن الأمر ممتع. بروم بروم، يا له من يوم رائع. أوه، يبدو هذا الموقع جيداً. إنه الموقع المثالي لتأمل جمال الطبيعة. من الرائع أن يأخذ المرء استراحة وسط يومه المزدحم. أوه رائع. باو باو. أوه واو، ما أجمل تلك السيارة. أوه، دي أيتها سيارة. أوه، ما هذا؟ إنه هرم من الأكواب. سيكون من المؤسف لو هدمه أحدهم. لقد قبلت التحدي. ووهو، ما أروع ذلك. أوه رأسي، أكره رمي النفايات في الشارع. مهلا، أعتقد أنني أستطيع استخدام هذا الكوب. لنبدأ العمل، حان وقت الإبداع. أحب هذا الجزء، سأبدأ برسم عينين على الكوب. ها قد رسمت الأولى، حان دور الثانية. حسنا، وبعدها سأرسم الأنف، سيبدو شكله لطيفا جدا. وبعدها يحين دور الفم. يا له من كوب سعيد. والآن سأمدح خدين ورديين، وسأستخدم القلم لأرسم شعيراته. وبمجرد الانتهاء من تلك الخطوة سأضعه جانبا. سأقص أذني أنب من قطعة ورق مقوى، سألصقهما بالكوب. لكنني لم أنتهي بعد، سأضع الغراء على غطاء علبة مشروبات غازية، ثم ألصق به غطاء آخر. وبعدها سأحتاج إلى رباط مطاطي، سأضعه على الغطاءين بهذا الشكل. وسأستخدم الشريط اللاصق لتثبيته في مكانه، لا أريده أن ينزلق. يبدو ثابتاً بشكل جيد. وبعدها سأصنع فتحتين في جانب الكوب، وسأكرر العملية على الجانب الآخر. لا أحتاج سوى فتحات صغيرة. والآن سألف اللسانين لأعلى. بعدها سأحتاج لغطائي المشروبات الغازية. سأمرر الرباط المطاطي فوق الفتحتين، وسأتأكد من وجود الغطائين داخل الكوب. يمكنني الآن لف الغطائين، أريد أن أجعلهما ثابتين ومشدودين. صار الكوب جاهزاً، وقد صنعت كوب أرنب ثانٍ. واو، ما أجملهما. مهلاً، هل هذان أرنبان؟ يا للهول، ما أجملهما. لقد صارت هذه السيارة صيحة قديمة. أوه، مرحباً. كيف الحال؟ أيمكنني رؤية ذلك؟ أوه، إنه مجرد كوب. يحتاج إلى القليل من البريق. أعرف ما يجب فعله. ماذا؟
هل هذا غبار ذهب؟ يبدو أن بي مملة للغاية. بربك، كيف فعلت ذلك؟ لا يهم، لنخوض سباقاً. هل أنت مستعد؟ انطلق انطلق يا أرنبي، انطلق. انظر إليهما، أنا أفوز. لا، مستحيل. لحظة واحدة، توقفي. هذا أعظم يوم على الإطلاق. لا أصدق ذلك، لقد حصلت على السيارة. كم هذا رائع، إنها جميلة. لم أشعر بمثل هذه السعادة من قبل. تصرف بشكل طبيعي واركض بعيداً. شيء أفضل من الطعام المحضر في المنزل. المكون السري فيه هو الحب والكثير من الأعشاب. إنها تمنح نكهة رائعة. يا لها من رائحة جميلة. هيا بنا، سأحرك الآن. مرحبا أمي، أشم رائحة طيبة. هل هذه صلصتك الشهيرة الخاصة بالمعكرونة؟ بالطبع. مهلا، لابد أن هناك خلل في الساعة. لقد تأخرت، يجب أن أذهب. لكن ماذا عن العشاء؟ هو صحيح، وصلي تحريك الصلصة، لا تدعيها تحترق. ما الذي حدث؟ هل هذا مقلب؟ هذا ليس صعباً، لكنه ممل جداً. كيف وصلت هذه إلى هناك؟ على الأقل يمكنني ممارسة اليوغا. لقد سئمت هذا، سأتسوق عبر الإنترنت. ليس لدي فكرة عن هذا الشيء. ما هذا؟ سأشتريه وسأنتظر. أوه، كان ذلك سريعاً. أحب إنفاق المال، إنه الحل لكل المشكلات. سأضع هذه في المقلاة وأدعها تؤدي العمل الصعب. إنها تدور وتدور، لست بحاجة إلى بذل أي جهد. أنا ذكية جداً، والآن يمكنني الاسترخاء. الطبخ ليس صعباً. ها، سأعتاد على هذا. لقد عدت يا باتي، ماذا تفعلين؟ ألا يبدو ذلك جلياً؟ أحضر الطعام يا أمي. هو من هذا الروبوت؟ هل نجح في اختبار تذوق الطعام؟ واو، صلصة شهية. لقد قلت لك، يشبه هذا العيش في المستقبل. أحسنت يا ابنتي. ظننت أن هذا الكتاب يحتوي على صور أكثر. أكره الواجب المنزلي. لا يمكنني فعل هذا، أنا بحاجة إلى شيء مسلٍ. هذا أفضل بكثير. بيتي، هل أنت هنا؟ كيف تسير دراستك؟ مهلا لحظة، ماذا تفعلين؟ عليك أن تدرسي، وبدلا من ذلك تلعبين ألعاب الفيديو. ليس بعد الآن، توقفي حالا. هذه اللعبة رائعة. أعطيني هاتفك. أنا مشغولة الآن. هيا أيتها الفتاة، أنا جادة. هذا ليس عدلا، أصدق. أعرف كيف سأمنعك من لعب هذه الألعاب السخيفة. لقد وضعت هاتفك في السجن وأغلقت السجن بالمفتاح، والمفتاح لدي، سأحتفظ به. يستحيل أن تحصلي علي، يمكنك استعادته عند الانتهاء من حل واجبك المنزلي. خذي. ماذا يفترض بي أن أفعل بهذا؟ ربما يمكنني فتح القفل. قد أفقد أحد أسناني، لكن الأمر يستحق. من المحزن مشاهدة هذا. لم ينجح هذا. حسناً، لقد فزت هذه المرة. سأنهي واجبي الغبي، لكنني لست سعيدة بهذا. أعتقد أنني نجحت. هيا يا عزيزتي. أهلاً، لقد وجدتها، أعرف ما علي فعله. أمل أن ينجح هذا. 5+5 أو 10. أنا مرهقة الآن، هل يمكنني استعادة هاتفي الآن؟ أنا فخورة بك، سأعطيك المفتاح. تستحقين هذا، يمكنك الحصول على هاتفك الآن. لقد نجحت وبجدارة. أعطيني إياه. هيا، لقد اشتقت إليك كثيرا، يجب ألا نفترق أبدا. واو، هذا صعب. لست متأكدة من هذا، علي فقط التحقق من شيء. لا يمكنني العثور علي. هذا ما أبحث عنه. تماما مثل ما فكرت، وهذا يعني أنني وجدت الحل. الأمر بسيط، والإجابة هي 10. لقد فعلتها، لا أصدق. هو من الجيد أنك هنا. كيف تسير الأمور يا عزيزتي؟ انظري يا أمي، لقد حللت المشكلة. هذا من أجلك، فأنت تعملين بجد. حقا يا أمي، لم يكن هناك داع. أمي، هذا كثير. هل اشتريت لي هاتفا؟ هل هذا حقيقي؟ أمل أن ينال أعجابك. يا إلهي، إنها أفضل هدية على الإطلاق. لقد أعجبها،
سأتركك لمواصلة حل واجبك المنزلي. بلن لا تذهبي، يجب أن نلتقط صورة معا. لم أضع مكياجا، ابتسمي. هلا هلا، علي فعل الكثير من الأشياء، يجب أن يكون كل شيء مثاليا. علي العثور على هدية، ربما يمكنني استخدام هذه الزجاجة. لا لا تبدو جيدة. مهلاً، ماذا عن هذا؟ كلا، ربما هذا الكتاب. كلا، وماذا عن لوح التقطيع هذا؟ لا تنفع أي من هذا. هيا فكري. ما هذا؟ يمكنني صنع كعكة لأمي. لا أعتقد أنها مهمة صعبة، أليس كذلك؟ مهلاً، هذا ما أريده. تبدو شهية، حان وقت العمل، سأحتاج إلى مكوناتي الخاصة، وهكذا أكون قد صنعت كعكة. إنها فقط بحاجة إلى خبز. واو، أنا موهوبة، لكنها لا تبدو كتلك التي في الصورة. كيف حدث هذا؟ ماذا علي أن أفعل؟ ليس لدي كيس للتزيين بالكريمة، ماذا بوسعي أن أستخدم؟ قد تكون هذه الزجاجة مفيدة. سأزيل الغطاء. أجل، أعتقد أن هذا قد ينجح. سأجري فقط بعض التعديلات. لحسن الحظ، لدي مشرطي الخاص. سأصنع شقوقاً في حافة الزجاجة. أريد إزالة جزء صغير، هكذا. ثم سأحتاج إلى تفاحة، حيث ستمنح الكريمة نكهة طيبة. ثم يمكنني إعادة الغطاء. أنا مستعدة الآن لإنهاء الكابكيك خاصتي. أنا بحاجة فقط إلى الضغط على الزجاجة، وسأحصل على كابكيك مغطى بالكريمة. يبدو شهياً، يمكنني تناوله حالاً، لكنه ينقصه شيء. أريد شمعة. ها هي الكعكة جاهزة. أمل أن تنال إعجاب أمي. أو من الأفضل خلع هذه القبعة. أهلاً أمي. أنا أقضي أروع يوم. مرحباً يا مايلز. يا كبير الخادم، تعال إلى هنا. ماذا؟ ربما لا يمكنه رؤيتي. أشعر بالنعاس، ربما يجب أن أحصل على قيلولة. ها قد وصلت أخيراً. تفضل فطورك سيدي. أحضر أكثر رقائق ذرتي قرمشة من أجلك. أنا واثق أنك ستستمتع بها. ولم ننسى الحليب الطازج بالطبع. بالهناء والشفاء سيدي. هل هذه مسحة؟ هل تعرفني من الأساس؟ لن أكل ذلك. بالطبع سيدي. يا للهول، من أين جاءت تلك العلبة؟ حسناً، لقد استيقظت. ما الذي يحدث هناك؟ أعتقد أنني أعرف كيف إصلاح الأمر. ما رأيك في بعض الحلوى؟ إنها حلوى الدببة المطاطية. أحب الحلوى فعلاً. أعطني. اختيار ممتاز سيدي. ستضيف لمسة ملونة إلى حبوب فطورك. هكذا أحبها بالضبط. اتركني بمفردي الآن. يبدو هذا أفضل بكثير. أتحرق شوقاً لها. كم هي لذيذة، لكنني اكتفيت. لا أستطيع تناول المزيد. لعبة بوبات. هناك خطأ ما هنا. لا، إنها مملة، لقد سئمتها. تبدو هذه أفضل. ليس الأمر مسليا بقدر ما ظننت. يا كبير الخادم، تفضل يا سيدي. مهلا، يبدو هذا جيدا. هذا ما كنت أحتاجه بالضبط. أحسنت صنعا يا كبير الخادم. سأحتاج لبعض النقود لنجرب الآلة. سأضع النقود هنا وستخرج الحلوى عندما أضغط على الزر. واو، كم هذا رائع. ما الذي تفعله تلك الفقيرة؟ إنها فارغة. الحياة قاسية جدا أحيانا. هناك الكثير من الحلوى وكلها ملكي. طعمها شهي جدا. يبدو شكلها جيدا بالفعل. هذا يوحي لي بفكرة. لقد لونت علبة حبوب الفطور باللون الوردي الجميل، والآن أحتاج لرسم مربع فوقها. ينصح باستخدام مسطرة في هذا الجزء، وبعدها سيحين وقت التفريغ. ومن ثم سأضع لفة ورق المرحاض فوق العلبة. سأرسم دائرة حولها باستخدام القلم، وسأثبتها في مكانها حتى لا تنزلق، ثم أحتفظ بها لاستخدامها لاحقا. سأفرغ هذا الجزء أيضا، وبعدها سأعود إلى أنبوب ورق المرحاض. لقد خططت مربعا صغيرا، سأقصه الآن وسأتبع الخطوط. هذا مثالي. يمكنني الآن إدخال اللفة في العلبة، ويجب أن يكون الجزء المفرغ داخل الصندوق. والآن سأقلب الصندوق على الجانب المقابل. سأقص اللسان في الجزء الخلفي، وبعدها سأحدد شكل مستطيل في الزاوية السفلية. لا يجب أن يكون المستطيل كبيرا، ويجب علي تفريغ المستطيل أيضا. لقد طويت قطعة ورق مقوى وسأضع الغراء عليها. سألصق هذه القطعة أسفل الأنبوب بزاوية مائلة، وبعدها سأحتاج إلى قطعتين صغيرتين من الورق المقوى. سألصقهما على جانبي الأنبوب. يجب تثبيتهما بزاوية مائلة أيضا.
لقد صنعت صندوقا صغيرا من الورق المقوى، سأضعه أسفل الفتحة، ثم سأضع البلاستيك الشفاف فوق المربع الكبير. أريد أن يكون شكله مريحا. يا للروعة، يبدو هذا جيدا. أعتقد أن الآلة صارت جاهزة. هذا ما كنت أريده بالضبط. ستخرج البضائع إذا لففت البكرة. من أين حصلت على تلك الآلة؟ أريدها يا كبير الخدم، أحضرها. ماذا تنتظر؟ أحام، أيمكنني مساعدتك؟ ستأتين معي. هل لدي خيار آخر؟ مرحباً. مرحباً. هذا ساحر. أفضل عدم المصافحة. حسناً. أنت وسيم. أعلم ذلك. ما هذه الآلة التي تملكينها؟ أتقصد هذه؟ إنها آلة بيع الألعاب الإسفنجية. واو، تبدو رائعة. وهذه آلة الحلوى خاصتي. إذا ضغطت هنا فسوف تحصلين على بعض الحلوى اللذيذة. أليس هذا رائعاً؟ نعم، ليس لدي أي شيء في آلتي. هذا هو عيبها الوحيد. نعم، هذا محبط جداً، لكن يمكنني إصلاح الأمر يا كبير الخدم. هو ألعاب إسفنجية. سأخذها، أحب هذه الأشياء الصغيرة. وأنا أيضاً، يمكننا وضعها داخل آلة بيع الألعاب الإسفنجية. ستدخلين الآن. فكرة رائعة. سأخذ هذه. استمري. قضي الأمر، سأضعها كلها في الداخل. كانت هذه آخر لعبة. يمكننا تدوير البكرة الآن. إذا لففنا البكرة ستخرج لعبة إسفنجية. أوه، هذا رائع. يا لها من آلة رائعة. هذا أروع يوم على الإطلاق. أعرف طريقة لجعله أروع مما هو عليه. ماذا تفعلين؟ يا كبير الخدم، اتصل بالأمن. إنذار كاذب، ولكن ابقى في حالة تأهب. الحياة مليئة بالمفاجآت، وللأسف فإنها ليست دائما جيدة. أوف، في كل مرة. وحتى نتعلم رؤية المستقبل، ستواصل هذه التقلبات والانعطافات غير المتوقعة بخلق فوضى في حياتنا. حقاً؟ لا أنعم بالراحة أبداً. النجدة. سنشاركك حيل لجميع حالات الطوارئ غير المتوقعة. قد تكون الأبوة والأمومة من المهام الصعبة، ونحن ندرك ذلك، لكننا هنا للمساعدة، ولهذا ابتكرنا بعض الحيل الرائعة لتسهيل حياتكم. لا داعي لشكرنا، فهذا هو واجبنا. أحب هذه الدرجة من أحمر الخدود. هناك من يتصل بي. من الأفضل أن أجيب. مرحباً. أهلاً. حقاً؟ لا أصدق ذلك. بابا بابا، أمي تتحدث في الهاتف. أريد فعل ذلك. ها؟ لا أصدق ذلك. كان عليك أن تأتي. حسناً، لنتحدث لاحقاً. إلى اللقاء. كم أنا بالغة، لكنني أحتاج إلى هاتف حقيقي. لا يجب أن أفعل ذلك، لكنني أعجز عن المقاومة. إنها الجريمة الكاملة. ها هي فتاتي الجميلة. لقد أمسكتني. تراجعي تراجعي. لن أستسلم. بهدوء. تحتاجين إلى القليل من البودرة يا آني. ستشعرين بدغدغة. هذا لطيف يا أمي. حسناً، سأفعل هذه المرة. هل تريدين عناقي؟ كم هذا لطيف، أحتاج للعناق. نعم، هذا ما كنت أفعله بالضبط. أصبح الأمر سخيفاً. يجب أن تتجهز أمك للخروج. لن أصل إلى ذلك الهاتف مطلقاً. أبدو جيدة، سأحضر قفاز الآن. إنه الإله المثالي. يجب أن أتحرك بسرعة. يجب أن نتناول الغداء معاً بالتأكيد. ها هو قفازي. ما نعمة. أنا موافقة. ويحي آني. لا، سأنقذك يا هاتفي. واو، كيف فعلت ذلك؟ لقد خاب أملي فيك يا آني. آسفة يا أمي. لا يمكنك اللعب بهاتفي. مهلا، قد لا تكونين مضطرة لذلك. فقد خطرت لي فكرة رائعة. هذا الصندوق هو كل ما أحتاجه. حان وقت العمل. سأبدأ بمربع صغير من الورق المقوى، وسأرسم عليه رسما سريعا. هذه هي الحدود الخارجية للهاتف. أشعر أنني فنانة كبيرة. والآن سأضيف بعض التفاصيل. ها هي الأزرار. الأمور على ما يرام حتى الآن. وبعدها سأرسم الشاشة، ثم أكرر العملية نفسها هنا. هذا هو الجانب الآخر للهاتف. أنا سعيدة لأنني أتمتع بيدين ثابتتين. أحتاج الآن لتفريغ أجزاء الهاتف. كان هذا سهلاً. سأقلب هاتين القطعتين. أحتاج لمسدس الغراء في الجزء التالي. سأضع الغراء بطول الحافة. لا أحتاج كمية كبيرة. لدي الآن قطعة من الورق المقوى المموج. سألصقه بالغراء.
وسيمثل الجزء الجانبي للهاتف. سألف حول الهاتف بالكامل بهذا الشكل، وسأضع قطعة من الورق المقوى في الأعلى. سأكرر العملية مع بقية القطع. بدأت الملامح النهائية في الظهور، يجب أن أثبتهما معا. لدي مفصلة معدنية صغيرة ستفي بالغرض. سأثبتها على الجزء الداخلي من الورق المقوى حتى تساعد في فتح وقفل الهاتف، وهذا يحدث مع الهاتف الحقيقي بالضبط. أحتاج الآن لتلوين الهاتف. سأستخدم قلم تصحيح لهذه المهمة، وبعدها سأمر على الحواف بقلم التحديد الوردي، وسأكرر العملية على الجانب المقابل. لكنني لم أنتهي بعد. سألصق هذه الهرة اللطيفة به، وصنعة فتحة لمكان الشاشة. سأضع صورة داخلها. أعتقد أنني انتهيت. كم أنا متحمسة لعرضها على آني. شاهدي ما صنعته. لنكرر المحاولة. مرحبا، أتريدين الحديث إلى آني؟ واو، لا أصدق ذلك. صنعته من أجلك. أنت تمزحين. واو، كم هذا رائع. لدي مكالمة مهمة يجب أن أجريها. يستحسن بهم أن يجيبوا على اتصالي. مرحبا يا آني. لن تصدقي ما حدث اليوم. ستضحكين. أخبريني بالتفاصيل. ظننت أن حريات البحر ستكون أكثر متعة. أمي. لا يبشر هذا بالخير. أمك آتية. كلوي، ماذا يحدث؟ أخبري أمك. هذه نومة مملة. انتظري هنا. ها، ما هذه؟ جربيها. يبدو هذا ممتعا. تعالي هنا أيتها البطة. ما كل هذه الألوان؟ سأعتاد على هذه اللعبة. لابد أن تشغلها تلك اللعبة لبعض الوقت. ثم أضع البطة في الأعلى. أهذا كل شيء؟ أمي. هل تمزحين؟ أريد القراءة فحسب. ماذا تريدين الآن؟ لقد أنهيت الأحجية. واو، أنت عبقرية. سأحضر لك شيئا آخر. تفضلي. استمتعي بوقتك وخذي وقتك بالكامل. وهذا ما كنت أريده. يجب أن أطبق صور ببعضها البعض. ما مدى صعوبة الأمر؟ ليست لعبة صعبة على الإطلاق. هذا ممل. أمي. ليس ثانية. مرحبا بيكاتشو. كيف الحال؟ ماذا؟ انظري، لقد أنهيتها. لابد من وجود شيء يمكنك اللعب به. لنلقي نظرة. هيا فكري. لا شيء. ماذا سنفعل؟ مهلا، ربما نعم. أعتقد أنني وجدتها. سيحل هذا كل شيء. انتظري عزيزتي. سأحتاج إلى قطعة ورق مقوى ومقص. سأقص الزوايا. أريدها أن تكون منحنية. هذا مثالي. والآن حان وقت الإبداع. سأحتاج إلى قلم تحديد في هذا الجزء التالي. سأرسم مربعا صغيرا على الورق المقوى، ثم أقسمه إلى أجزاء. أنا أصنع نمطا شبكيا، وسأضع رقما في كل مربع. أحتاج الآن لتفريغ هذه الشبكة، وسأضعها جانبا في الوقت الحالي. ولدي هنا صفحة من الورق الوردي. سأستخدمها لتلوين المربع. لقد صار زاهيا جدا. سأقلبه الآن، ثم أمرر عصا الغراء على الجزء الخلفي. يجب أن يكون شديد الالتصاق، وسيكون هذا هو إطاري. بعدها سأحتاج إلى صفحة فارغ من الورق الأبيض. سأرسم قلوبا عليها، ثم أضيف رسما لشخصية بيكاتشو. لا أريد أي أخطاء. لابد أن تستمر هذه الأحجية في الترفيه عن كلايو. أنا تحت ضغط كبير. سألونها بسرعة. يجب ألا ننسى بيكاتشو. أتمنى لو كانت لدي خدود وردية كهذه. يا له من عمل فني. والآن سنعود إلى الشبكة. سأقلبها رأسا على عقب، وأضع الغراء عليها، ثم ألصق رسمي بها. لا أريد أي تجاعيد. سأقطعها إلى أجزاء. حان وقت وضعها داخل الإطار، وسأثبت القطعة بهذا الشكل. صارت لدي أحجية رائعة. حسنا، أعتقد أنها جاهزة. ستحبها كلاوي. كنت أنسى. يجب أن أغير ترتيب القطع. يا كلاوي، لقد صنعت هذه من أجلك. هل ترى ما أراه يا بيكاتشو؟ هذا رائع. فيو، أعتقد أن خطتي نجحت. تمني لي توفيق. يبدو هذا صعبا. سأمرر هذه القطعة هنا، ثم أحرك هذه. يجب أن أركز. وأنا يجب أن أسترخي. مهلا، أريد التحقق من شيء. هذا ما كنت أحتاجه. هذه آخر قطعة. أمي. يا للهول. حقا؟ ماذا؟ انظري. لقد أنهيتها بالفعل. أنا فخورة بك. أريد تكرار ذلك. كان الأمر ممتعا. هيا يا أمي. يجب أن أحصد على نقاط. أوشكت أن أفعلها. ويحي، انتبه لخطواتك يا هذا. لقد كانت غلطتك. يا له من يوم عظيم آخر.
أو لا، أيها المشاغبان، الشجار ممنوع داخل الحرم الجامعي. توقف، ارحل من هنا. لا شجار بعد الآن، هل تسمعان؟ لم أفعل شيئاً. أو رائع، إنها أنت ثانية. لا يهم، لن أسمح لك بإفساد يومي. واو حلوة. أو إنها فارغة. يا لخيبة الأمل، كان يجب أن أتوقع ذلك. أنتظر هذه اللحظة منذ زمن، لكنها تستحق ذلك تماماً. فيما تحدقين؟ لم أرد سوى حبة حلوى. يا ميا، انظري هنا. ما هذا؟ إنه عظيم. أعلم ذلك، إنه طري وسفنجي للغاية. واو، هل رأيت ذلك؟ انتبه. يا لها من شطيرة شهية المظهر. لن يفسد شيء متعة هذه اللحظة. ماذا؟ من أين جاء ذلك الشيء؟ لقد كاد أن يصطدم بي. أين توقفت؟ لقد ضربني السلايم. يا للقرف. هل أنا السبب؟ واو، كم هو مطاطي. وكأنها قطعة مخاط عملاقة، لكنني لا أستطيع تركها. لحظة واحدة، لقد خطرت لي فكرة. يبدو غلاف هاتفي مملا بعض الشيء. لنجدد شكله. سأقص عنق البالون، فأنا لا أحتاج سوى الجزء السفلي. سيفي هذا بالغرض. أحتاج الآن إلى السلايم. أوه، يمنحه شعورا جيدا. سأقاولبه وأشكله، ثم أحوله إلى شكل كرة حتى أتمكن من وضعها داخل البالون. وبعد أن أفعل ذلك، سأشرع في ضغطها وخياطتها. لا أريد أن يتسرب منها السلايم. يبدو هذا جيدا. والآن سأحتاج إلى مسدس الغراء. سأضع الغراء على غلاف الهاتف. من الضروري أن أستخدم الغراء الأبيض في هذه الخطوة. أريد صنع شكل عشوائي، وأريده أن يغطي الجزء الأكبر من الغلاف. هذا ما أريده. والآن سأستخدم الغراء لملء الشكل من الداخل. هذا هو الجزء السهل. سأبقي الغراء داخل حدود الشكل العشوائي. لا أريد ترك أي بقع فارغة. وقبل أن يجف الغراء، سأضغط البالون عليها. والآن صار لدي غلاف هاتف مرح، وملمسه رائع جدا. واو، هل صنعت ذلك بنفسك؟ تعالي. يا للهول، هذا يحدث فعلا. كنت أمل أن تقول ذلك. أتريدين الحلوى أم رقائق البطاطس؟ سأخذ رقائق البطاطس. تبدو صفقة عادلة. واو، هذا رائع. نعم بالطبع، فأنا أكل رقائق البطاطس. ليس هناك ما هو أروع من ذلك. إنها من النوع الذي أفضله. أستطيع الاستمرار في تناولها طوال اليوم. ماذا تفعل؟ أريد أن أعرف إلى أي مدى يمكنني عصرها. لا، لا تفعل ذلك. أوه لا، لقد ارتكبت خطأ فظيعا. ماذا؟ ما هذا؟ لقد ضربني السلايم. آسفة، لكن مايلز هو من فعلها. أتريد حبة بطاطس؟ لا مانع في ذلك، فأنا أحب البطاطس. ربما لست مشاغبين لهذه الدرجة أيها الأطفال. هذا المبلغ من أجلك. ما هذا؟ لماذا يجب أن أجلس بجوارك؟ واو، أعلم أنها رائعة جدا، لكنك لم تشاهدي شيئا بعد. سأضع إصبعي داخل الفتحة، وسأحصل على أظافر جميلة بضغطة زر سريعة. ألا تبدو جيدة؟ يا للروعة، هذا مذهل. كم أنت متألقة. نعم أعرف ذلك، سأنهي طلاء بقية أظافري. ربما يمكنني فعل شيء في أظافري. سأحتاج إلى بعض صلصال تشكيلي. سأجعله طريا، ثم أكوره في شكل كرة. سأبدأ في تشكيله الآن. أريد أن أجعل شكله مربعا. والآن سأخذ قطعة من صلصال التشكيل الرمادية. سأدحرجه ليأخذ شكل حبة نقانق. سأكتفي بهذا القدر. والآن سألف الصلصال الرمادي حول الصلصال الأزرق. سأضغط على الجزئين ليلتصق ببعضهما. والآن سأصنع الوجه. يبدو شكله لطيفا جدا. سأصنع المزيد من الوجوه اللطيفة الصغيرة لتمثل كل شخصية مفضلة. من يحتاج لزيارة صالون تجميل؟ شاهدي مدى جمال أظافري. حقا عليك مشاهدة أظافري. يا للروعة، كيف فعلت ذلك؟ سأضيف لمسة ملونة إلى لوحتي. لا يبدو هذا جيدا. لقد ألمني ذلك. ويحي، إنها غلطتي. مهلا يا ميا، قد يسعدك هذا الشيء. أعلم أنك تحبين الكلاب. يا للروعة، ما أجمله. كم هو لطيف. مهلا، أي يمكنني الحصول عليه؟ أرجوك. ماذا؟ لا، يمكنك النظر فحسب، لكن لا تلمسيه. كم هذا محبط. لا أحصل على أشياء رائعة مطلقا. أعتقد أن علي صنع وسيلة ترفيه بنفسي. سأقص هذا الورق الملون إلى شرائط، وسأطوي هذه الأجزاء فوق بعضها البعض. سأستمر في فعل ذلك ومراكمة الطبقات. أريد تبديل بين الألوان. كم هذا مريح. وكأنني أصنع الأوريغامي. أوشكت على الانتهاء. أحتاج لبضعة طيات إضافية فقط. لقد انتهيت. انظر، يبدو هذا جيدا بالفعل. حسنا، لدي المزيد من الكلاب. أترين، أنا عاشق حقيقي للحيوانات. لا مشكلة، لقد قصصت قطعة ورق على شكل قطة، وبعدها سأرسم وجها. تحت
تحتاج القطط إلى شعيرات. أوه كم هي جميلة، يمكنني إلصاقها بالورق الآن. ها قد صار لدي أنبوب تململ منزلي الصنع، كم هذا ممتع. أوه كيف فعلت ذلك؟ يا للهول، تراجعي، لدي كلب ولن أخفي استخدامه. هات ما عندك، سأهزمك. هذا مستحيل، خذي هذه. التزموا الهدوء أيها الطلاب. ما الذي؟ هل هذا صف فنون أم ملجأ حيوانات؟ ويحي، تصرفي بشكل طبيعي. توقف، هي من بدأت. لم أفعل. بل فعلت، هذا ما أتحدث عنه. أوه انظروا إليها، كم هي رائعة. اهدأ يا فتى، ألا يمكننا أن نصبح أصدقاء؟ لا أصدق. ماذا يفعل؟ عودوا إلى عملكم، ليس هذا عدلا على الإطلاق. لعبة بابيت رائعة بالفعل، هل تعلمين أن بإمكانها صنع المجوهرات أيضا؟ استخدمي قلم الطباعة ثلاثية الأبعاد لملء الفقاعة، هكذا تماما، ثم ضعي مسمار القرد على البلاستيك، استخدمي قلم الطباعة لتغطية المسمار، والآن انتظري حتى يصبح البلاستيك صلبا، أزيلي القرطة من لعبة بابيت واستمتعي بقرطك الجديد، أو ارتدي أقراط جميلة جدا، أليس كذلك؟ ماذا؟ ماذا حدث الليلة الماضية؟ أعتقد أننا احتفلنا لوقت متأخر. لا أصدق أنني سأتزوج. واو أنا سعيدة جدا لأجلك. في صحتك. لن أفعل هذا ثانية، يجب أن أستحم. ما كل هذه الفوضى؟ رائع، يجب أن أنظفها أيضا. ماذا حدث لمكياجي؟ مهلا، تذكرت شيئا، اعتقد اني كنت في ملهى ليلي. واو صفقوا لمية لنحتفل. اوه رائع يا فتيات، من سيغني الان؟ ها اوبس عذرا، هيا بنا. واو هذا محرج جدا، وها هو في حمامي. ماذا حدث للمرحاض؟ هذا غريب جدا، أرجو أن يكون هذا أسوأ شيء يحدث لي. مهلا، هذه أفضل ليلة على الإطلاق، يجب أن نفعل هذا كل نهاية أسبوع. لن أفعل هذا أبدا كل نهاية أسبوع، يؤلمني كل جزء في جسدي. ها من أين أتت هذه؟ لنلعب، أريد الفوز ببابيت. واصلي. نجحنا، هذا ليس سيئا. لا خادمي. هذا ليس جيداً، أين أنا؟ يفترض أن حفل زفافي قريب، أنا بحاجة إلى خاتم، يجب أن أفكر في شيء، حان وقت العمل. أنا بحاجة أولاً إلى صينية بسكويت، سأسكب راتينج الإيبوكسي الشفاف في الصينية، ثم أضيف بضع نقاط من الطلاء الأحمر، ثم أمزج الخليط. يمكنني استخدام فرشاة طلاء للحصول على تصميم حلزوني، وقبل أن يجف سأضغط عليه بالخاتم. أعتقد أنه جاهز. أجل، انتهيت في الوقت المحدد، لنتزوج. أحب الشوكولاتة. كنت أشعر بالقلق. أوه عزيزي لا تنس خاتمك، إنه مناسب تماماً. أوه هذا رومانسي جداً، لقد تزوجنا. والآن سأقبل العروس. يوم جديد ونقود جديدة، القليل من الأعمال المصرفية الممتعة. مرحبا. مرحبا، إذا أردت التحدث إليك بشأن. من أنت؟ حقا هذه أنا. هل هذا ضروري؟ ميا أهلا، سررت برؤيتك، وأخيرا نفعل هذا دائما. أريد أشيائي. قدمك على مقعدي. لا تكثري الكلام، اذهبي وأحضري نقودي حالا ولا تتأخري. كيف سأصل إلى الخزنة السرية؟ تذكرت، لقد جعلتني أتوتر كثيرا، لكنها أفضل عميل لدى البنك. وصلت. والآن ما المفتاح الصحيح؟ هناك الكثير من المفاتيح، أعتقد أنه هذا. هاي أعتذر على إيقاظك. نعم أيتها البشرية، أريد النقود من فضلك. خذيها وابتعدي عن مملكتي. شكرا، سأدعك تخلد إلى النوم، هذا رجل مخيف. لماذا تأخرت؟ لقد عدت، تفضلي. هل تمزحين معي؟ حسنا سأعود حالا. لا أصدق أني أحضرت الأشياء الخطأ، إنها لئيمة للغاية، سأحضر الأشياء الصحيحة هذه المرة. حسنا يمكنني فعل هذا بهدوء ولطف. أمسكت به، أنا بحاجة إلى عمل جديد، أشعر بتوتر شديد. تفضل الشريط. هذا؟ لا
تريدين شريط التسجيل؟ أوه، لقد كنت أعلم هذا. أمل أن أحصل على الغرض الصحيح هذه المرة. حقيبة، هذا ما تريده. أوه، إنها حية. ما هذا؟ وأخيراً أصبحت حراً. آه، تسرني مساعدتك. بسرعة، يجب أن تأتي معي. من هنا، تفضلي. أي نوع من الأعمال تديرين؟ آه، لقد أردت صديقاً جديداً. هيا، عد إلى القبو. لا عليك، سأتولى الأمر. أحتاج أولاً إلى العثور على المفتاح. إنه في مكان ما هنا، لن يستغرق ذلك وقتاً طويلاً. هل علي فعل كل شيء؟ هذا هو. كنت أعلم، أعطني إياه. لا، لماذا؟ يجب أن أنتهي من شيء أولاً. دعيني أفكر. أوه، دبابيس، هذا ما أحتاج إليه بالضبط. سأجعل حياتك أسهل. سأرتب الدبابيس بشكل جميل، ثم أثبتها معاً وأضيف إليها جوهرة صغيرة. والآن سأثبتها بالمفتاح. تبدو جميلة، لن يضيع منك ثانية. يمكنك أخذه الآن. واو، هذا رائع. سأحضر لك أغراضك. تادا! هل هذا صعب؟ لقد شعرت أنني بحاجة إلى تغيير مظهري. يمكنك وضع هذا في الخزنة. بالطبع، ولدي المفتاح. فيه، كان هذا مجهدا. كان بإمكانها تنظيف الحذاء أولا. أين الجميع؟ المكان هادئ جدا. أوه، مرحبا يا أصدقاء. حقا؟ لا يمكن أن يحدث هذا. إذن على أي حال؟ ربما لم يروني. ها؟ ما هذا؟ واو، هناك حفل هذه الليلة. هذا رائع جدا. ربما يجب أن لا أذهب. سأكون هناك بمفردي. آه، لماذا أفكر دائما في هذه الأشياء؟ أوه، ماذا تفعل تلك المجتهدة؟ يا لها من فاشلة. هي، لندبر لها مقلبا. لن أصبح محبوبة أبدا. هاي ماندي، هل تريدين المجيء معي إلى الحفل؟ معك؟ حقا؟ كموعد غرامي؟ يا إلهي، مستحيل، لقد فقدت وعيها. كم هذا تقليدي؟ مهلا، هل كنت تمزح؟ كان علينا تصوير ذلك. كما لو كنت سأطلب منك الخروج في موعد غرامي حقا. توقفوا عن الاستهزاء بي. لنذهب من هنا. لماذا يتصرفون بهذا اللؤم؟ ماذا فعلت لهم؟ إنهم سيئون للغاية. لقد أردت فقط تكوين صداقات. ها؟ مهلا، لحظة، أوحت لي هذه الدمعة بفكرة، وستكون مثالية للحفل. سيكون هذا رائعا. لدي وعاء من راتينج الإيبوكسي، وسأضيف إليه القليل من ملون الطعام. يا له من لون أزرق جميل. سأمزج الخليط الآن. يجب التأكد من أنه متجانس تماما. يبدو جميلا. والآن سأسكبه في هذا القالب. اشتريت هذا القالب المكون من أشكال الدموع. سأملأ القالب بالكامل، ثم أنتظر حتى يصبح المزيج صلبا، ثم أنزعه وأثبته بسلسلة. واو، هذا رائع. حصلت على قلادة رائعة على شكل دمعة. هذا مذهل. أحتاج الآن شيئا لأرتديه. واو، أشعر بأنني فاتنة. يجب أن أذهب إلى الحفل. أول حفل في حياتي. إنه كما تخيلت. لنحتفل. أوه، واو، انظروا إلى ماندي. يا إلهي، إنه ينظر إلي. ماذا سأفعل؟ سررت برؤيتك هنا. عذرا. إذن بالنسبة لما حدث، كان مجرد مقلب. أتريدين الرقص؟ مستحيل. لقد قلت إنني آسف. يا له من حفل رائع. أوه يا. أوه جيد، وصلت في الوقت المحدد. ظننت أنني تأخرت. أوه مرحبا. هذه الأساور رائعة. مرحبا ماندي، أشعر أن لونها مناسب للون عيني. ماذا يفعلون؟ رفاق السوار. ياه، رفاق السوار. لا، هذا مؤلم. أنت بحاجة إلى سوار لتكوني رفيقة سوار. أوه صحيح، أعتقد أن علي الذهاب. يظنون أنهم مميزون. أوه حسناً، هناك الكثير من الأشياء التي يمكنني فعلها. من الأفضل ربط رباط حذائي. لا أريد التعرض لأي حادث. مهلاً، لقد خطرت لي فكرة. ربما يمكنني أن أكون رفيقة سوار. سأصنع حلقة بسواري، ثم سأربط عقدة به. هكذا تماماً. ثم سأمرر النهايتين من الحلقة وأبدأ بتطفيره تماماً كما أضفر الشعر. يبدو جميلاً. ثم سأربط النهايتين. كان هذا سهلاً. سأرتدي السوار الآن. وصنعت سواراً لكل واحد منهم. آمل أن تنال هذه الأساور إعجابهم. هاي، لقد عدت ولدي سوار. ما رأيكم؟ واو،
أعتقد أننا لسنا بحاجة إلى هذه بعد الآن. هل يمكننا الحصول على أساور مثل سوارك؟ كنت آمل أن تطلبوا ذلك. تفضلوا. شكراً ماندي. وهو لا يمكنني ارتداء سواري، لكنه جميل جداً. أصبحنا جميعاً رفاق السوار. نحن جميعاً بحاجة إلى هذه الحيل لجعل حياتنا مبهجة أكثر ومتألقة كالماس. ما الحيلة المفضلة لديك؟ أخبرنا بها في التعليقات أدناه. ولا تنسى مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائك والاشتراك في القناة لمشاهدة المزيد من الفيديوهات الرائعة كهذا الفيديو.